احنا المرة اللي فاتت اتكلمنا عن استخدام الفلتر مع الجي اس بي، وفي المرة اللي قبليها اتكلمنا عن موضوع برضو غاية في الأهمية اللي هو بتاع الاتريبيوت، وان انا اقدر احطها في السيشن وفي الريكوست وفي نفس التعامل بتاع السيرفلت اقدر اتعامل مع الجي اس بي. النهاردة ان شاء الله هنتكلم في موضوع مهم اسمه ام في سي، ام في سي موديل فيو كنترولر. طبعا انت هتسالني دلوقتي تقول لي ايه؟ تقول لي هو يعني ايه الام في سي؟ او بمعنى اصح هو عباره عن لغه برمجه ولا طريقه في الديزاين ولا هو عباره عن ايه؟ احنا هنشرح الموضوع ده ببساطه عن طريق مثال. عن طريق ايه؟ مثال. بص كده معايا نوضح المثال افكرك بيه. احنا كنا عملنا صفحه اتش تي ام ال فيها مثلا الايه الاي دي والنيم والسالري، وبعد كده بيضغط على زرار اوكي. زرار اوكي ده كان بيروح لسيرفلت. سيرفلت دي ايوه كانت بتعمل ايه؟ بتعمل اوبجكت بتستقبل البيانات، صح كده؟ احنا عايزين نزود حاجه بقى. ايه؟ عايز السيرفلت دي، عايز السيرفلت ده اهي تعمل ايه؟ اول حاجه تكتب في فايل، يعني عامل انا فايل اسمه يوزر، تاخد البيانات بتاعت اليوزر ده وايه؟ وتحطها في الفايل، يعني الاسم والاي دي والكلام ده كله تحطه لي في الفايل. زائد ان هي تبعت تقول له لقد تم تخزين بياناتك وهي كذا وكذا وكذا. وصلت الفكره؟ واحد يقول لي ايه؟ الله، هو احنا مش شغالين جي اس بي؟ ايه اللي خلينا نرجع تاني لمين؟ ها؟ للسيرفلت. هقول لك انت عندك حق، ما هو ده اللي احنا، مش انا قلت لك المره اللي فاتت ان احنا نقدر نستخدم السيرفلت مع جي اس بي؟ انا عايز اشوف طبيعه التعامل منهم ومن بعض تبقى عامله ازاي. وصلت الفكره يا شباب؟ هتقول لي طب ما انت هنا انا مش شايف اي جي اس بي في الموضوع. هقول لك فعلا هي الجي اس بي هتظهر لوحدها. ارجوك امشي معايا في المثال خطوه بايه؟ بخطوه. المثال ده يوضح لك العلاقه ما بين الاثنين مع بعض، ماشي يا شباب؟ طيب بص بقى معايا اهو عشان تبقى مركز. هنا بيانات اي دي ونيم وسالري، هنبعتها للسيرفلت، نستقبل البيانات، تخزن في فايل، تبعت تقول له تم تخزين بياناتك وهي، وهي دي مهمه قوي. وصلت الفكره؟ كلام جميل. تعال نشوف الموضوع ده هيحصل ازاي. بص كده معايا هعمل ايه؟ هعمل كليك يمين نيو HTML، هسميها مثلا بيرسون داتا بيج. بيرسون داتا ايه؟ بيج. فينيش. كلام جميل. لو انت فاكر كان البيرسون كان بيحتوي على ايه؟ اي دي ونيم وايه؟ والسالري، ماشي؟ عشان يعني ايه نخلي الكلام كله واحد يعني. ادي الاي دي والنيم والسالري اهو. انبوت تكست، ادي الاي دي هسميه اي دي. وادي كمان اي دي، وادي النيم، وادي السالري، وحط زرار كمان بطن. اوكي طيب. طبعا بقى بحط ليبل بقى، وطبعا المفروض تحط تيبل علشان ينسق الموضوع. الكلام ده كله قلناه قبل كده، ماشي؟ ادي الاي دي وادي النيم والايه والسالري. لما يضغط على اوكي هبعت على سيرفلت، السيرفلت دي هسميها لود سيرفلت. لود ايه؟ ها سيرفلت، وحطها في باكج اسمها ايه؟ سيرفلت. واقول له نيكست، اد انفورميشن، واخد اليو ار ال واقول له فينش. لو في بارامتر ابقى احطها فينش. كلام جميل. وبعدين هروح بقى هنا في الاكشن في الفورم. تصدق ما حطيتش فورم؟ اديني اقدر احطها، مفيش مشكله اهو. واقدر اقول له هنا في الاكشن على طول، اقدر اقول له اليو ار ال، وناخد الزرار دي كلها نحطها فوق، ونعمل فورمات. ده كلام جميل اهو. كده هيبعت على السيرفر. السيرفر بتعمل ايه؟ ها خطواتك بقى. نبتدي ان احنا نعمل اول حاجه استقبل الداتا ازاي. هقول له يا ريكوست، يا ريكوست نعم لو سمحت هات لي البارامتر اللي اسمه اي دي. برافو. يا ريكوست لو سمحت هات لي البارامتر اللي اسمه نيم. يا ريكوست لو سمحت هات لي البارامتر اللي اسمه سالري.
ده كلام جميل. string الاي الاي دي، وبالمرة هنا string النيم string الاي دي والنيم والسالري. ده كلام جميل. اتاكد ان البارامتر هي هي، ادي الاي دي ادي النيم من غير ايه وادي السالري. كلام جميل. وبعدين المفروض ان انا هخزن في فايل، هخزن في ايه؟ في فايل اهو رايت تو فايل. ايه الفايل؟ تعالى مثلا نعمل فايل على السي اهو يوزر دوت تكست اهو فاضيه اهو ماشي، وهنحطه فين؟ على السي. كلام جميل. نرجع بقى نقول له ايه عشان نكتب في فايل. دي حاجه في الاس اي زمان كان اسمها ايه؟ فايل رايتر اف دبليو بيساوي نيو فايل رايتر، واديله مسار الايه؟ مسار الفايل واسمه يوزر دوت تكست. ماشي يا شباب؟ طيب اهو ادي المسار وادي ايه؟ يوزر دوت ايه؟ دوت تكست. كلام جميل. وبعدين بحط حاجه اسمها بفر، بفر رايتر بي اف دبليو بيساوي نيو بفر رايتر، واديله الاوبجكت اللي هيكتب. كلام جميل. وبعدين بقول له يا بي اف دبليو دوت رايت اكتب، واديله الحاجه اللي انا عايز اكتبها. اول حاجه انا عايز اكتب الاي دي، وبعد كده اهو النيم، وبعد كده السالري. طب عايز يسيب سطر، هقول له يا بي اف دبليو دوت نيو لاين، يسيب سطر جديد، يسيب سطر ويبتدي يكتب ماشي يا شباب. طيب وبعدين نقفل بقى البفر، مفيش مشكلة. طيب كل ده في عرفنا ايه؟ بيزنس، صح ولا لا؟ ده في العرف بتاعنا اسمه لوجيك بيزنس، الكود اللي احنا بننفذه، صح يا شباب؟ خد بالك من الموضوع ده كويس. يبقى اذا ده الكود اللي انت بتعمله، يعني السيرفر دلوقتي بتعمل ايه؟ اهو بتعمل ايه؟ اول حاجة بتكتب في فايل اهو، بتكتب في ايه؟ في فايل. كلام جميل. وبعدين هترد على الراجل تقول له بياناتك اتسجلت والحمد لله وهي كذا كذا كذا. جميل. ايه نيجي بقى هنا اهو، ده البرزنتيشن بتاعك، صح كده؟ هقول له ايه؟ داتا، راح اوكي بس الاول بول سلاش بول، ونقول له هنا ايه؟ نقول له هنا ايه؟ داتا ستور تم تخزين بيانات، وهي اهي بقى هقول له النيم كان الاسم عباره عن ايوه، واقوم جايب ايه؟ النيم اللي انت جبته فوق. كلام جميل. وصلت الفكره يا شباب؟ اي سؤال؟ طيب حاجه زي ايه دي تشتغل ولا لا؟ طبعا انت بقى ابعت النيم والاي دي لو انت عايز بقى يعني ايه؟ اهي ادي النيم اهو، يبقى هنا الاي دي وهنا السالري وهنا النيم ايوه وهنا الاي دي وهنا السال. ده كلام محترم معايا كده. ونبعت ال HTML بتاعتنا ونقول لها رن. معايا يا شباب؟ تعال يعني نشوف الدنيا بقى هتمشي ازاي. اهي ادي الاي دي، هدخل هنا 1001، وهنا النيم اللي هو ابراهيم، وهنا السالري اللي هو 1000 جنيه، واقول اوكي. رد عليا هو وقال لي ايه؟ داتا ستور النيم بكذا، الاي دي بكذا، والسالري بكذا. وصل السيرفلت هي اللي ردت عليا، صح يا شباب؟ طيب تعال يعني نشوف كده هل فعلا الكلام ده اتخزن ولا لا. نروح على السي يوزر. وصلت الفكره؟ كلام جميل.
طيب اسالك سؤال بقى، سؤال ايه؟ اول حاجه لو في مثلا في سيرفلت للتاني، ركز معاه في اللي جايه دي بقى، السيرفلت دي كمان عايزه تكتب في فايل، في فايل وعايزه تكتب فيه، ركز كده معايا، يبقى في السيرفلت كتبت خلاص ماشي. السؤال بقى ايه؟ لو في سيرفلت التانية في المشروع معايا كده، هي كمان عايزه تكتب في فايل، عايزه تكتب في ايه؟ في فايل. هتضطر تعمل ايه حضرتك؟ المفروض هتاخد كود الكتابه اللي انت كاتبه هنا تحطه هنا، صح ولا لا يا شباب؟ وصلت؟ يبقى المفروض الكود اللي انت كاتبه هنا هرجع اكتبه تاني. طب افرض في سيرفلت التانية مثلا، ايوه عايزه كمان تكتب، هاخد الكود ده كتبته هنا وهرجع اكتبه هنا وهرجع برضه اكتبه هنا، صح ولا لا؟ لا، دي حاجه ما ينفعش انها تتعمل. وصلت الفكره؟ امال ايه رايك ناخد الكود الكتابه ده اهو، الكود ده اهو، ناخده نحطه في كلاس، ناخده نحطه ايه؟ في كلاس، واسميه مثلا فايل انتراكت، التعامل مع الفايل، واعمل فيه ميثود، والميثود دي انا بعت لها الحاجه هي تكتبها في الفايل. طب وانت استفدت ايه؟ ان انا ممكن في اي سيرفلت اعمل اوبجكت من مين؟ ها؟ من الكلاس، وانادي على الميثود، صح ولا لا؟ يبقى الكود بدل ما اكتبه مره واثنين وثلاثه هكتبه كم مره؟ هي مره واحده بس. وصلت؟ اهو اللي مش متخيل معايا يبص كده معايا، هروح اعمل كلاس اهي، اهي جافا كلاس، هسميها مثلا فايل انتراكت، كلام جميل، وهحطها في باكج، سامحني على الاسم دلوقتي اسمه موديل، ماشي كده، حطه في باكج اسمه ايه؟ موديل، واقول له فينش. ادي كلاس عاديه جدا، كلاس عاديه جدا اهي. هعمل فيها ايه؟ هعمل فيها بابليك void write to file، اكتب في فايل، وطالما هي ما بتستخدمش حاجه من خصائص الاوبجكت اخليها ستاتيك عشان ارد عليها على طول، كلام جميل. طيب وبعدين هبعت لها ايه؟ هبعت لها ثلاث حاجات اللي هم ايه؟ string الاي دي وسترنج النيم وسترنج السالري. وصلت الفكره معايا يا شباب؟ طيب وبعدين شيل بس ده اهي. طيب اعمل ايه بقى دلوقتي؟ اروح على السيرفلت، اخد الكود ده اهو، شايف الكود ده اهو؟ اهو هو هو، مش هغير فيه كلمه بس هشيله من السيرفلت خالص. يبقى انت كده حضرتك السيرفلت، تعالى بقى كده اهو نعمل حاجه جديده اهي، اهي السيرفلت كان فيها ايه؟ كان فيها كود جافا، انا خدت الكود ده اهو هحطه في فايل، مش في فايل بقى، هحطه في كلاس دوت جافا، صح ولا لا؟ اهو ده اللي انا عملته فعلا، الكود ده بقى هنا، ولو اي سيرفلت عايزاه تنادي على مين؟ على الكلاس دي اهو. تعالى اعملها اهي، اروح بقى احطه فين؟ هنا اهو. طبعا هو عايز تراي وكاتش اهو، اهو دي ما فيش فيها مشكلة، وصلت الفكرة يا شباب؟ طيب وبعدين ها ها حد معايا؟ ها نقول له مثلا، نقول له مثلا اس اوت اطبع لي اي دوت ليت بس عشان لو حصل اكسبشن ولا حاجه. طيب في قوس ناقص تقريبا، تعالى نعمله اهو، وصلت الفكره؟ وفورمات عشان ينسق الكود بتاعك، تمام كده اهو. يبقى انا كده هبعت له الاي دي والنيم والسالري، تقوم الكلاس دي ايه؟ هي تروح تكتبهم ازاي؟ اهو اهو رايت تو فايل، مش هكتب الكود بقى، صح ولا لا؟ امال هنادي عليها فايل انتراكت اهي دوت رايت تو فايل، اديله اي دي ونيم وايه؟ وسالري، الله ينور عليه، بس كده خلاص خلصت. يبقى كده ما عادش فيه هنا بيزنس، البيزنس انا نقلته في اكسترنال كلاس، صح ولا لا؟ ها وصلت الفكره؟ نقلته في اكسترنال ايه؟
كلاس. ليه بقى؟ ليه عملت كده يا باشمهندس؟ عشان لو في سيرفل الثانيه عايزاه تستطيع برضو اللي هي تنادي عليه، كتبته مره واحده واقدر ارد عليه من اي سيرفل. ده كلام جميل جدا. طيب يبقى الكود احنا لان لو عملنا رن على الوضع ده ون. بص كده اني مثلا ايه 1002 زياد 4000 اوكي، كتب وكل حاجه ماشيه تمام اهي صح. لو رحت على الفايل معايا شباب اول يكتب زياد، هتقول لي ده شال ابراهيم، هقول لك اعمل ابند عشان يكتب في الفايل. وصلت الفكره؟ يكمل عليه يعني ما يمسحش اللي موجود. وصل يا شباب؟ طيب كلام جميل. في حاجه ثانيه بقى مهمه ايه؟ يبقى كده ايه السيرفلت يا دوب بس هي بتستقبل البيانات فقط. طب وبعدين لو عايزه تكتب مش هي اللي هتكتب، امال هتعمل ايه؟ اكسترنال ايه؟ خلاص. طيب عايزين بقى كود ال HTML ينفع كده؟ يعني ايه ينفع كده؟ يعني ينفع الكلاس دي او السيرفلت دي تتعامل HTML جوه؟ احنا كنا استغنينا عن الموضوع ده. ازاي؟ انا هشيله، انا ايه هشيله واعمله في ايه؟ في صفحه HTML. كلام جميل اهو، صفحه HTML عاديه ايه، ركز معايا في الكلام. هقول له ايه مثلا؟ هقول له فيو داتا، دي عرض البيانات ماشي صح HTML. كلام جميل. المفروض ان الصفحه دي بقى هاخد فيها كود HTML اللي هنا اهو، ادي اللود اهي خلاص، دي ما عادش ليها لازمه معايا شباب اهو. هاخد كود HTML ده اهو، العنوان ومش عارف ايه والكلام ده كله. هروح هنا اقول له مثلا التايتل العنوان، هقول له مثلا ايه ريجستريشن سكسس مثلا. كلام جميل. طيب ده بالنسبه للعنوان. طب والبادي هقول له فيه ايه؟ تعالى مثلا هنقول له فيه داتا ايه ستورد اهو، معنقش بقى واخده هنا هكتبه هنا داتا ستورد. حلو كده كلام جميل. هتقول لي طب استنى بقى ايه، ركز بقى معايا في اللي جايه دي. طيب نشيل بقى الكلاس دي ما عادش ليها لازمه خلاص. شوف بقى انا عايز اقول له اسمك عباره عن كذا، اي ديك عباره عن كذا، سالري عباره عن كذا. خد بالك بقى، يبقى اذا كود ال HTML اللي كان هنا انا خدته بره في صفحه HTML صح ولا يا شباب؟ كلام جميل. هقول له تم تحميل بياناتك، برافو برافو. هتسالني تقول لي طب انا عايز اقول له اسمك ايه؟ لا استنى اصبر عليا في دي بقى، وهشيلها من هنا. وهشيلها منين؟ من هنا. كلام جميل. وبعدين عايز ان انا اعمل لها ديسباتشر بحيث ان هي مثلا، فاكر الديسباتشر زمان؟ فاكر الديسباتشر ها؟ فاكرينه؟ بالظبط. كان عباره عن ايه اهو؟ ان انا جاي لي ريكوست صح كده؟ اقوم انا بدل ما انا ارد عليه لا اخلي الصفحه دي هي اللي تظهر على طول. وصلت الفكره؟ فانا هعمل ديسباتشر ازاي؟ موضوع سهل جدا اهو، ديسباتشر ماشي يا شباب. طيب الديسباتشر ده هقول له فيه ايه؟ فاكرينه؟ هقول له ريكوست دوت جيت ريكوست ديسباتشر ماشي كده. وهقول له الصفحه اسمها فيو داتا اهي، فيو داتا اهي دوت اتش تي ام ال. وبعدين هقول له ايه؟ يا ريكوست دوت يا ريكوست ديسباتشر في بيساوي معايا شباب. طيب وبعدين هقول له يا في نعم فورورد، ابعت ابعت الريكوست والايه والريسبونس. وصل يا شباب؟ ها اي سؤال؟ اي صفحه ال HTML اهي، عايز تقول له رينيم خد اسمها كوبي اهو. ما لو انت يعني ايه مش واثق في الاسم او خايف تكون كاتبه غلط. وصلت الفكره يا شباب؟ طيب كلام جميل. هل الدنيا دي هتمشي؟ هتمشي ازاي؟ رن 1001 ابراهيم 1000 الصفحه ظهرت اهي يا شباب، ديسباتشر اهي، داتا ايه؟ داتا ستور. الله ينور عليك، كلام جميل جدا. يبقى صفحه ال HTML اللي ظهرت صح، الديسباتشر اهو فوق لود سيرفل، لكن المحتوى محتوى ال HTML صح كده؟ كلام جميل. ركز بقى معايا كده، انت كده عملت ايه؟ انت كده السيرفلت ما عادتش بتعمل حاجه صح ولا لا؟ انت شلت منها معايا، شلت منها كود الجافا
ما عادش موجود. امال حطيته فين؟ حطيته هنا. وشلت من ال HTML ما عادش موجود، امال حطيته هنا. طب السيرفلت بقت عباره عن ايه؟ تاخد الحاجه، يعني لو عايز تعمل حاجه ايوه تبعتها لده، وتبعت الصفحه دي لليوزر، صح ولا لا؟ صح. بقت كوبري، بقت ايه؟ كوبري بالظبط كده. خد بالك بقى، ده كود الجافا المراد تنفيذه، اللي هو مين؟ اللي هو الموديل. ده اللي انا كنت بتكلم عنه بقى، الموديل هو كود الجافا المراد تنفيذه. اما الفيو هي الحاجه اللي هتظهر لليوزر، اللي هي مين؟ اللي هي صفحه ال HTML، اللي هي ايه؟ كود HTML. برافو عليك. اما السيرفلت بقت عباره عن كنترولر، هو اللي بيحدد ايوه الموديل يعني الموديل ده ايوه مين الشكل اللي هيظهر لليوزر، مين الموديل اللي هيتنفذ، ومين الشكل اللي هيظهر لليوزر، مين اللي بيحدد؟ كنترولر، هو المتحكم. وصلت الفكره يا شباب؟ طيب واحد بقى يسالني سؤال محرج، يقول لي ايه؟ يقول لي طب فين بقى الجي اس بي في الموضوع؟ صح ولا لا؟ مفيش جي اس بي. وصلت؟ نعمل ايه؟ بص 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 بص، انت مش واخد بالك من حاجه. ايه؟ انا عايز اتش تي ام ال تقول له اسمك كذا، انا عايز اتش تي ام ال تقول له النيم عباره عن كذا. النيم عباره عن كذا دي ما تعرفش تعملها ليه؟ لانك حفظته بكود جافا، وما ينفعش احط كود جافا جوه مين؟ جوه الاتش تي ام ال. دي صفحه ايه؟ اتش تي ام ال، ما ينفعش. صح يا شباب؟ طب اعمل ايه ده انا دلوقتي؟ اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ ها حد يقول؟ بالظبط، صفحه ال HTML احولها اخليها انا ايه؟ جي اس بي. بالظبط. بص بقى، ده دي ما عادتش HTML. امال يا عم انا عايز اكتب فيها اكواد، يا عم ده انا عايز البيانات عشان ابعتها لليوزر، يبقى لازم اخليها بقى في الاخر ايه؟ جي اس بي. يبقى الجي اس بي هو الفيو، الشكل اللي هيظهر. اما الموديل هو الكود اللي هيتنفذ، اما الكنترولر هي اللي بتتحكم مين اللي هيتنفذ ومين اللي هيظهر. طيب ده انت استفدت ايه؟ والله في الموديل ايوه، لو جه مثلا واحد صاحبك في مشروع تاني قال لك بص انا مش عارف اكتب في فايل، هل انت عامل كود الكتابه في الفايل عندك في المشروع بتاعك؟ هتقول له هتديله اي جزء؟ طبعا هتديله دي بس. طيب زمان كنت هديله السيرفلت، صح ولا لا؟ طيب استنى، في واحد صاحبك تاني في مشروع قال لك ايه؟ انا اشكال الصفحات والالوان والحاجات دي عجباني، طب ممكن تديها لي؟ هتديله ايه؟ هديله ده بس، صح ولا لا؟ كان زمان برضه هتديله السيرفلت، لان كنت انت زمان حاطط البيزنس مع مين؟ مع البرزنتيشن، كله في مكان واحد. يبقى الام في سي ما هياش لغه برمجه، امال هي طريقه في البرمجه. طريقه في الديزاين، اسف، طريقه في الايه؟ في الديزاين. وصل ان انت تديزاين المشروع بتاعك بحيث يبقى سهل عليك. افرض انا مش عايز ابعت الصفحه دي، انا عايز ابعت صفحه ثانيه، هتحكم في مين؟ في الكنترولر، صح ولا لا يا شباب؟ كلام جميل قوي. تعال بقى نشوف مشروعنا، نكمل اهو ازاي نحولها جي اس بي. حاجه صعبه جدا، هروح هنا هقول له سيف از الصفحه اهي، هنغير بس ال HTML تخليه ايه؟ جي اس بي. شكرا، سيف. ايه بقى صفحه ايه؟ جي اس بي. هو انا اقدر دلوقتي اكتب فيها اهو، صح عليها يا شباب؟ وصلت الفكره؟ طب استنى بقى ايه؟ طب انا عايز الاسم والاي دي والسالري، عايز النيم والاي دي والايه والسالري. طب في الحاله دي اروح بقى احطهم لها فين؟ اي طريقه مناسبه للموضوع ده. السيرفلت عايزه تبعت حاجه للجي اس بي، تقول لي هو ينفع؟ طبعا ينفع، احنا خدنا سيرفلت تبعت حاجه للسيرفلت، جي اس بي تبعت حاجه للجي اس بي. طب افرض السيرفلت عايزه تبعت حاجه للجي اس بي، عادي عادي مفيش اي مشكله خالص، كلهم ويب كومبوننت، كلهم ويب ايه؟ كومبوننت. ازاي نعمل الموضوع ده بقى؟ ايه رايك نحطهم في اوبجكت اهو؟ تعالى نعمل مثلا بيرسون، بدل ما ابعت لها الاي دي وبعد كده ابعت لها السالري وبعد كده النيم، طب وليه؟ طب انا احطهم في اوبجكت واحد نيو بيرسون، ايوه اقول له بي دوت سيت ايه؟ سيت النيم بالنيم، وبي دوت سيت الاي دي بالاي دي، طبعا هنحوله دلوقتي بي دوت سيت
السالري بالسالري. صح عليها يا شباب. نقول له بقى انتجر، انتجر دوت بارس انت، وادي له مين؟ ها وادي له الاي دي، وهنا بقى كله وادي له هنا السالري. معاه شباب اهو السالري. وصلت الفكره؟ وصلت اهو كده. انت عملت الاوبجكت حلو. طب ما انا هبعت على صفحه مين؟ الجي اس بي. اهو ما انا نغير نخليها ايه؟ جي اس بي. طب انا هبعت لها ريكوست. طب انا احط لها الاوبجكت فين؟ في الريكوست. الله ينور عليك. اقول له ريكوست دوت سيت اتريبيوت. واحد يقول لي احطه في السيشن عادي مش مشكله، انت حره يعني مش هنختلف. بيرث طبعا ما ينفعش حد يقول لي احطها في الكونتكست. ليه؟ امه لا اله الا الله هتشوفه. صح ولا لا يا شباب؟ لما تحب تشير البيانات يبقى ده موضوع، تاكد الموضوع ده ان انا اشير البيانات ما بين الويب كومبوننت. صح ولا لا؟ كلام جميل. طيب حطيته هيروح لمين؟ للصفحه. مفيش اي مشكله خالص. اللي انا اعمل ايه؟ اقول له بقى ايه؟ ها ها فاكر يا ريكوست دي في صفحه الجي اس بي بقى دوت هات لي جيت اتريبيوت، هات لي الاتريبيوت اللي اسمه بي اي ار. كلام جميل. وبعدين بيرسون بي بيساوي واعمل كاست، واعمل كاست. ماشي كده؟ طيب كلام جميل. وبعدين اجي هنا اهو ماشي. وبعدين عايزين الاسم بقى اهو. قوم رايح حد فاكر؟ واقول له هنا يساوي واقول له اطبع لي بي دوت جيت نيم. صح ولا لا؟ كده انت طبعت النيم. طيب فاكر الحركه دي عملناها زمان؟ طب وليه يا عم؟ كان ما هناخد ده كله كده اهو ونحطها كده بين قوسين ودي كده اهو بس. كل ده ملوش لازمه. وصلت الفكره يا شباب؟ الام في سي موديل فيو كنترولر. بص ايه بقى اللي حصل اهو. ران فايل ادي الاتش تي ام ال اهي، ادخل بياناتك داتا ستور النيم عباره عن زياد. وصلت الفكره يا شباب؟ يبقى انت كده قدرت ان انت تتحكم في الموديل لوحده اهو. خد الجافا انصحك ان انت تخليه لوحده، وبعد كده الجي اس في دي الصفحات اللي هتظهر لليوزر لو انت عايز تكتب فيها كود جافا تجيب البيانات اللي انت عايزها، والكنترولر هو اللي بيتحكم مين الصفحه اللي هتظهر ومين الموديل اللي ايه اللي هيتنفذ. واحد يقول لي طب دلوقتي بقى يا باشمهندس انت تنصحني بايه؟ بص انا هنقطع يعني هنقطع الشك باليقين في الموضوع ده ازاي؟ يعني مثلا لما نيجي ان شاء الله نعمل بروجكت بالجي اس بي او بالاي اي عموما، انا هعلمك ازاي ان انت تقسم مشروعك لموديل وفيو وكنترولر معايا. يعني لو انت عايز تعمل بروجكت ايوه هخليك تعمله موديل وفيو وايه وكنترولر. ماشي كده يا اخوانا؟ طيب الحاجه دي هنتعلمها ان شاء الله في الايه في البروجكت. ماشي كده. كان اهم حاجه النهارده ان انت تفهم المبدا بتاع الام في سي، ويعني ايه كلمه موديل، ويعني ايه كلمه فيو، ويعني ايه كلمه ايه كنترولر. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.